السلام عليكم احبابي الغاليين. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اخرى جديده. اليوم غادي نخدم لكم واحد ميني باغيت معمرين بحشوه رائعه كمقادير للعجين. دابا غادي نوريكم المقادير ديال العجين ومن بعد نشوفوا المقادير ديال الحشوه. عندي هنايا في هذا الاناء مقدار ديال 500 غرام ديال الدقيق الفورس، يعني الدقيق الابيض 500 غرام يعني نص كيلوغرام. وعندي كذلك الملح، القليل من الملح، وعندي ملعقه صغيره من خميرة العجين يعني الخميره الفوريه. وعندي كذلك مقدار ديال ملعقه صغيره من سكر الحبيبات وملعقه صغيره من المطارد. المهم عندنا هذه الزبده، هذه غادي نخليوها حتى نعجن العجين عاد نضيفها في الاخر. وعندي كذلك الماء الدافئ للعجين. غادي نعملوا هذه العجينه هذه تتعجن بين 7 الى يعني 9 دقائق حتى تولي لينه جدا ونتلاقاو. خليكم معايا في جميع المراحل. دابا غادي نضيف الملح الى الدقيق، ثم اضيف خميره العجين، واضيف كذلك السكر، واضيف ملعقه صغيره من المطارد. نعملوهم يتعجنوا. هي العجينه ديالتنا وجدات. الان غادي نضيف لها هذه الزبده هذه ونديروها عاوتاني الدور باش الزبده هذه تدخل لينا العجين. العجين ديالنا وجد. العجين يعني خاصها تكون لينه، تكون رطبه جدا، ما تكونش يعني قاسحه. غادي نخليوها واحد 20 دقيقه باش ترتاح باش تختمر لينا. نغطيوها بالبلاستيك اليمونتير. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه غادي نحتاجوا البصل، عندي واحد الكميه ديال البصل مقطعه الى هذا الشكل هذا، رميت عليها شويه ديال القزبر والمعدنوس. وعندي كذلك بالنسبه للتوابل عندي هنايا الكركم والبابريكا والملح وسكنجبير وشويه الكمون شويه ابزار. سوف افرغها على المقله اللي فيها البصل هكذا، ونضيف شويه ديال الزيت دائما. وبالنسبه للمقادير الاخرى اللي غادي نحتاج ليها الحشو ديالنا، عندي هنايا الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وعندي كذلك الزيتون الاخضر مقطع بهذا الشكل هذا، وعندي طماطم مقطعه الى مكعبات صغيره، عندي شويه كاشير هكذا مبشور او لانشون محكوك، وعندي تونه او طن ديال الزيت. بسم الله. دابا غادي نشعل المقلاه ديالنا باش تحر لنا البصله حتى كتذاب، وكنضيفو الفلفل والفلافل بالالوان. هذه البصله بدات كتدبال وكطيب كتنضج، غادي نضيفوا اليها الفلفل الاخضر، كذلك الفلفل الاحمر والطماطم اللي قطعناها مربعات صغيره. نمزجوا الكل ونرجعوا مع بعض، نخلط مزيان حتى كينضجوا لنا المكونات جميعها، عاد كنضيفوا المكونات الاخرى. الان نجات لينا هذه الحشوه اللي درنا في المقلاه، غادي نضيفوا ليها في هذه المرحله الزيتون، الزيتون المقطع الاخضر، نضيفوا كذلك التونه، ثم نزيدوا عليهم الكاشير اللي حكينا بهذه الطريقه، نخلطوا جميع المكونات. بالنسبه اللي بغات تزيد الفرماج او الجبن مبشور يمكن لكم تزيدوا حتى هو. ملي خمرت العجينه خديناها ودرنا فيها كريات، انا خرجوا لي 10 الكريات ديال العجين. الان غادي ناخذهم وحده بوحده وغادي ندلكهم مزيان بالدلاك. شوفوا معايا الطريقه بهذا الشكل هذا كندلكهم، كنحاول ندلكهم بهذا الشكل هذا يعني يعطيهم شويه ديال الطول، يكونوا شويه طوالين باش نقدروا نعملوا فيهم الحشوه ديالنا ويجوا على شكل باغيتات. دابا هذه بسطتها، غادي نزيد فيها شويه ديال الحشو بهذا الشكل هذا. نسد فيها، ندورها على هذا الشكل ونضعها في واحد الصينيه اللي دهنتها بشويه ديال الزيت، نضعها في هذه الصينيه هذه.
كنستمر بهاد العمليه هذه وكنبسط الكريات ديال العجين حتى نحصل على الشكل اللي بغيتو ونوضعو فيها الكشو ديالنا ونضعها في الصينيه ديال الفرن. دابا غادي ندهنوا هاد الباكيتات هادو في الوجه ديالهم باصفر البيض. دابا غادي نرشهم بشويه ديال السمسم او الزنجلان من الفوق. هذا هو الشكل ديالهم. دابا غادي ناخذ واحد السكين يكون شويه حاد يعني يكون حاد ونبقاو نرشموهم بهذه الطريقه هذه نقطعوهم من الفوق بهذا الشكل هذا. هذا الشكل اللي حصلت عليه العجينه اللي عجنتها عطاتني جوج صينيات يعني عطاتني 10 ديال لي باغيت 10 الباغيتات هادو هما. دابا غادي ندخلهم للفران اللي سبق لي سخنتو على 180 درجه وحتى يطيبوا يتحمروا يعني من التحت ومن الفوق ونخرجوهم ونتلاقاو. هادو هما السندويشات ديالنا او الباغيتات اللي معمرين بحشوه جد رائعه كما كتشوفوا معايا. العجينه خاويه من الداخل وجد جد لينه ورطبه وجبة رائعة وكتليق في شهر رمضان في الإفطار أو في أي وجبة كتفضلوا. هذا هما هذه هي الوصفة ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم وما تنسونيش دائما من لايكات واللي ما مشتركش مرحبا بيه معايا. وإلى فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.